احنا هنتكلم دلوقتي على الايرلي كومبليكيشنز بعد فالو ريبير. احنا دلوقتي عملنا توتال ريبير لعيار فالو، واحنا دلوقتي مش هنتكلم على البيتي شنت قوي. في مره كده لوحدها هنبقى بنتكلم على الباليتو بروسيدرز، يعني البيتي شنت والبي اي باند والانديكيشن بتاع كل واحده فيهم والمشاكل بتاع كل واحده. فاحنا النهارده هنبقى بنتكلم على عيان اتعمل له توتال ريبير للفالو. ف ايه الكومبليكيشنز الوارد ان هي تحصل بعد فالو ريبير باستثناء اي عمليه قلب تانية؟ يعني ان هو اي عمليه قلب ممكن عيان يحصل له بيدنج شويه، فنتيليشن يحصل ايه يعني، حاجات كده. انما في ايه حاجات سبيسيفيك بتحصل ايرلي بعد فالو ريبير ممكن تحصل لا قدر الله؟ طبعا دي بتحصل قليل جدا، احنا جراحين هايلين ما بنعملش مشاكل، انما يعني بعض العيانين بيبقى عندهم هم اللي غلطانين فبيحصل لهم مشاكل. ايه بقى ايه نوعيه هذه المشاكل؟ نعم اوكي، ام يبقى عيان عنده ريزيديوال ار في اوبستراكشن او ريزيديوال في اس دي. الريزيديوال ار في اوبستراكشن ده هيعمل ايه؟ هيخلي الار في بريشر عالي. واتكلمنا بقى ان هو لو هو اقل من ثلثين سيستميك عاده بيتحسن. لو ريزيديوال ار في اوبستراكشن دوت كان على ليفل بتاع الفالف، انا متاكد انه على ليفل بتاع الفالف، وانا متاكد ان انا عملت ماكسيمم توسيع والار في بريشر دلوقتي يا دوب ثلثين سيستميك او اقل، عاده بنقبل بكده علشان هو ده احسن من ان احنا نعمل ترانس انولر باتش ومن الار في بريشر يقل بس يبدا بفري بالمونري ريرج بقيه حياته. اوكي، انما لو الاوبستراكشن دوت على ليفل بتاع الار في او تي او بتاع البالمونري ارتريز عاده بنتعامل مع الكلام ده. اوكي، انما في بعض عيانين بيطلعوا بريزيديوال اوبستراكشن جامد، اوكي، ويبقى ده مشاكله انه هيعلي الار في بريشر. واتفقنا ان ايرلي الاوتكم من وجهه نظر الموربيديتيز والمورتاليتيز والهارت فيلير اعلى في العيانين الار في بريشر بتاعهم عالي بعد العمليه. طيب في بعض العيانين ممكن يطلعوا بريزيديوال في اس دي، برضه العيانين قليلين قوي، ما انتوا فاهمين ما بيحصلش، بس يعني هو ممكن يبقى عنده ريزيديوال في اس دي، هو اكشن ممكن يبقى عنده اذر في اس دي. طب هو احنا ليه ما قفلناهاش لما هي في اذر في اس دي؟ عشان احنا ما نعرفش ان هي موجوده. طب ليه ما نعرفش ان هي موجوده؟ عشان احنا اتكلمنا المره اللي فاتت كده جامد على ازاي بسهوله جدا الواحد ممكن يمس اذر في اس دي مع وجود بيج ان ريستريكتد في اس دي بتاعت الفلو. اتفقنا بقى عن موضوع الفرق البريشر والفلو بالايكو والحياه، واتفقنا انه الواحد محتاج يبص على الايكو على ال2 دي مش بس على الكلر، عشان هو في الطبيعي الفي اس دي الصغيره الثانيه اصلا ما بيبقاش عليها فلو، ومساعتها محتاجين نبص بال2 دي. واحيانا لو عايز يعمل سي تي كمان بنبص عليه علشان احيانا بنقدر نطلعها بس كويس. انما ولد يبقى عنده اذر في اس دي ريزيديوال، سوري ريزيديوال في اس دي اكشن من في اس دي كبيره. هو اي عيان عنده في اس دي داخل يعمل عمليه في اس دي كلوجر ممكن يبقى عنده ريزيديوال في اس دي صح؟ لا طبعا يعني نسبه قليله قوي يعني، بس يعني ينفع. العيان دول هم اوحش عيانين ممكن نسيب عندهم في اس دي. ليه؟ بالظبط. هو ده عيان لما داخل العمليات هو الكيو بي كيوس بتاعه كام؟ يعني ايه كيو بي كيوس؟ الريشيو بتاع البلمونري فلو للسيستميك فلو صح؟ وعين دول بيبقوا لي جيمك، قوم اغلبهم البلمونري فلو بتاعهم اقل من السيستميك فلو، قوم لو البلمونري فلو بتاعه اقل من السيستميك فلو يعني مثلا تلت السيستميك فلو ولا حاجه، قوم يبقى كيو بي كيوس مثلا بتاعته 0.3 ولا 0.4 صح؟ هو احنا لما نعمل له فلو ريبير رح تحصلنا سيركليشن، قفلنا الفي اس دي وصلنا كي اس، الكيو بي كيوس بتاعته تبقى كام؟ واحد زي نورمال كويس. ام لو عنده سيجنيفيكانت ريزيديوال في اس دي ودلوقتي مبقاش عنده اوبستراكشن، فدلوقتي الدم هيمشي ليفت رايت، ام يبقى البلمونري فلو بتاعه اكتر من السيستميك. لو هي سيجنيفيكانت ريزيديوال ممكن توصل لاثنين. هو العيان داخل عمليات بكيو بي كيوس 0.3 طالع بكيو بي كيوس 2 فاهمين؟ البلمونري فلو بتاعه ضعف سبع مرات، ست سبع مرات فاهمين؟ قوم ده عيان مش طبيعي كده خالص، بينهار انهيار رهيب. اوكي؟ فريزيوال في اس دي هي مش حاجه توليريتد تماما بعد فلو ريبير، فدي حاجه محتاجين ناخد بالنا منها. ولو في عيان طلع عنده ريزيوال في اس دي شفناها اللي بوست اوبرتيف لو طلع سيجنفكت المفروض ندخلنا في العلوم، دي حاجه مش مفروض نكسف منها. اوكي؟ هو يعني نكسف منه اكيد ان الاوتكم بتاع العيان ده هيبقى اقصى كتير.